يما جت النواسقة وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها يا كان نغار ارتد مقام الليل نبي ربي اريد تون فدامي الم نت حمزه تاجتون دغار فودن تل حمزه داتين فدامي اودو فوتين تل حمزه تنفا مام فون جانيتين تل حمزه تين فدامي فقال نبي ربي نجي انها لا تحل لي انها جتون نغانا اسين دو مقام اللي لا تحل لي يجتون فلان قرم تجي انها ابنة اخي سلام تلا ديرات المفورة بيتا الان قرتي دو مقام اللي انها بنت عمي جن انت لا دير خياتي كمتين فوراً جن انها جتون نغانا اسين بنت عمي انت لا دير خياتي ابنة أخي انت لب ليس خياتي من الرضاعة يجون سسانا قطعت يجون أم اللي أب انت لب ليس خياتا سسانا انتاتي كأننا نقال نرتد مقام اللي برسني فينا فنون انتاني جتون ها يمكننا نقال أم اللي قانا في أمزانات انتهارة كوجين ودي جتون والدرا في والبودة تون الله لم تقاي جارت اسين تقوم ثانان مالي نبي يراز غرتي دوما غاسو اي با جارتي ابي جالي مالي غا غبرتي ابي جالي هوسي سي اكاز غرتي دوما غا نبي يدا سو اي با وات كو سيفت غافت اولي با اي خمس ردا عن سن غرتي دوما غا نما غي سين جتو تناوي دوما غا ملن كانا ويحرم ويتون حرامج من الرضاعه هوسي زانان حرام موجه ويحرم حرام من الرضاعة يجون دغانا ارتدوا مقام اللي من أجل اللي لأجل الرضاعة زاباه سزاداتي فرامي ما يحرم وانا رام قرموت ورامي من النسب يجون دغانا ارتدوا لالوتا وانا لان قرموت وحرام قرموت وارتدوا مقام اللي هاي رداني زرام قرم يجون منين قرتي سببيات اغرتي دوغا كنا يحرم ويجون دوغا قام اللي وما يحرم كلامي من الرداء يجون بسبب الرداء ما يروم يجون من لي بسبب النصب يجون جب ليزو لتو قيزتون من سبب جمتا دي مخاري مسلم ترولي قل امو جب ليزو ها يدي زرام الاركن يجون من لي غرتي دو بغا من لي غا وان غرتي دو بغا قراب مادان غرتي قراب مادان وطاتي نرام تون غرتي دو بغا من لي كنامي يحرم ويجور دو بغا من لي آيا كنام بقرابة الرضاع سنين هرام تا يجون وان نسين كيسا بافت ملي وان نسين كيسا بافت ملي نتمان تنا يحرم ويجور دو بغا من لي هاد هقا جن متريفو سن هاتي هاتي سلوي شكت سرت حرام سر حرامي مني هاتي هاتي سرام ومامي أكون سيداتي سر حرام ومامي هاربو فكاتي نصبان غافر ألوتا كسي نصباني ما يحرم من الرضاء وهم قرتين دوما قامل وما يحرم من النصب يحرم من الرضاء وما يحرم بالنصب وما دالوتا نرام قرموت وقرتين دوما قامل لرت حرام قرما هندم فرته وان نسين كيسا بافت ملي وقوان اجبان نخان ملي جي باس ملي عموما نتقد ملك ابن وعن ام سلمة رضي الله عنها هايا كان نغار ارتد بقى وقد ذكر الله تعالى ان المحرمات بالرداء هايا دو بقى ملي الامهات وين علونا هاول اللي مقاتني الامهات هاول وني يجو هاول اللي مقا اكو اللي هاتاني آية دوبا قامل ولا خوات يجون أبليا وجاءت السنة ببيان الباقي يجون دوبا قامل آية كانان دوغانا ارتف القائدة في باب الرداء أن الرداء يجون ينشر الحرمة يجون دوبا قامل إلى المرتدع وفروعه يجون دون أصوله يجون ارتف دوبا قامل كسجين نصبا وفيما من بالرداء الأمهات وإن علونا يجور دوغا فهذه من جهة العدد أما يجور دوغا من جهة الحد والقاعدة في باب الرداء أن الرداء ينشر الحرمة يجور إلى المرتدع وفروعه دون وصول فيول ديب وجمه وحواشي يجور من لي قرتي دوغا مدي هندم بلد فتنشر الحرمة إلى أبنائه وبناته ونسله فيكونون أولادا يجور دوغا
دبغا للمرضعتي ولصاحب اللبن ايغا ابا غرت دبغا ابو خناف صاحب لبناتي اما اصوله من ابي وام وابائهم وحواشي يجود دبغا من اخوات واخوات فلا تعلق بهم تحريم مالي فقرت لان قرابات الرضيع ليس بينهم وبين المرضعه ولا زوجها يجود دبغا من لا نسب ولا سبب فلم يتعلق مالي اما اني حساب اسف دي مالي وري اوليهم مالي باجنان ونقني حرامنا تو سببا انانيتي سببا لبناتي كونوا معي ومن جايسين جاي جانا موت هاي سكرات جرامي يو جانا تور ما جايس تاني نتي وادو بدر هاي كان نوغار ارتي دوغام بابر دا اخيست انانيه تا انن قالچا وان انن قالچا خنا گدي تو حرام تامل ون اسي اولي ون اسي اولي حرام انت تو وجتو ني دو يدو بساني وان اسرا گد گرت دو بغامل نمت چخنرا اينو اني سر غربا اني سبر وان انن گت قربان اني سخنا گدي حرام تامل چي اولي حرام انت تو وجت قاعده كت علماء الا فخايت ايجان ها وان غرا يوم ببل انيم غرت دو بغا تنافي اي كان جانغا محمود المساره يجور ومذهب الائمه الاربعه وجمهور اهل العلم الى انه يحرم من الرداع ما يحرم بالمساهره وما صد ما ان حرام غرم من الرداع ان حرام غرم جان ورم مذهب عند والا هذا يجور دو بغا مل فم زوجتك من الرداع حرام عليك قوم زوجتك من النسب جارتين غرتي دوبا غاملني رداء غرتي دو جارتين هاد اتيتي ترداء ان اسيد اف ترداء ان اسيد اف غرتي دوبا غاملني تات اكوما ايغان تلت زنجلا سجلا رفت هاد هاتين تلتنا حرامي توصفت سر حرام تاتي يجن اكازيان كاي يكون لك يجور زوجه قد ارضعت بنتا من زوج سابق تحرم عليك يجور دوغاك بنت زوجتك من النسب ها يكنان دوغار واستدل هؤلاء بعموم يحرم من الرداء ما يحرم من النسب وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الرداء لا يؤثر في تحريم المصاهرة افدوب ديمو اندن دووج اني نقل ذلك عنه من رجب مع ان من القيم نقل عنه انه توقف دبيخنا خيسان ابته ودليل هذا القول عموم ويجور دبغا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وربي ننقتك دبتيت وأحل لكم ما وراء ذلكم جيب رخوتي من أتي خيسا عموما سن كيسا مالت أصباسا ورغرت دبغا ملي لبن آنن قربان آنيس اتنقهم فأكون الأصل على الحل والرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر المصاهرة عندما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هجوجو ورتد وقع ملء مصاهران دبني رضاع دبته صدقت عن دبني وين رضاع إذا صدان جيزو ثنافو ورتد وقع ملء مال طور كي جيت بيسندد جبليز ومثلا خلافيا نام عموم مرة دابتشو ترويا جبليز هاي حاجتن وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت ام سلمة الرئيسي وديزا انها يجون لقاد ام سلمة نموج هاي قال صلى الله عليه وسلم يجون رسول ربي نجي لا يحرم من الرضاع لا يحرم وجه نغار ارتدوا وقام مليك لأننا نغار لا يحرم وحرام قدو يجونا من الرضاع يجونا سزار حرام وان قدو جه إلا ما فتق الأمعاء إلا ما فتق الأمعاء جتون وامر رمان ارتدوا وقابك أسي وامر رمان قوتي ملي جتون وامر رمان مجادا قوتو تاتي ملي وحرام قدو جه وكان الماس كته ملي قبل الفطام يجول قوين سمجاداتين درق كته ملي عرامين قدو جي ترمزي لاو ديسي وصعو هو وصعو ترمزي سهي جين هو يجون ترمزي لافي جين الحاكم يجون حاكم اللين سهي جين جتور جب وليسو اكنا النادو قال وقال الترمزي حديث حسن سهيهون مجين قد دو مقام ملي
يكاد يتنيني نقار إلا ما فتك الأمعاء وهمر رموان دوبك أمال لك كأنام قوتما لحرام قد مجدشون جبوليس والحديث أكنج وقال الشيخ الألباني وإسناد سيون على شرطهما ومن حبان يتون أمال لهم من حبان الله النباس وقال الألباني وله شاهد من حديث كنام من حديث عبد الله من الزبير من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا مختصرا بلفظه لا رضاع الا ما فتق الامعاء اجرته دبك لفظي قباب سيكز في ديج هيا من طريق من وهب اخبرني من الهيئات يجون دبك عمل عن الاسود هيا كان نانا اروات عن عبد الله بن الزبير به يجون دبك عمل قلت وهذا اسناد جيد الرجال وكل ثقات يجون دبك لرجال مسلم غير يجون دمقا ابن لهيعة وصي الحفظ يجون إلا في رواية العبادلة عنه فإنه سيء الحديث وهذه يجون دمقا منها فإنه يجون دمقا من رواية يجون دمقا عبد الله بن وهب عنه أيوة عبد الله يجون دمقا وبعد هذا القول في الإرواء يجون دمقا خفية هذا يجون دمقا ملع على البوصري فقال يجون دمقا ملع في الزوائد هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة جيجة هذه نقرتي دوغا مالا رابع دلا راتو راو ديزي ايغا بادلان راو ديزي تقرتي دوغا دين دا افمان قبو يتونا اكنا نجان نقرما نجيب بوريز ها يكز يتني نقار دين خني في دين دوغا مالا انظرنا من اخوان كنا انظرنا من اخوان كنا فإنما الرضاعة من المجاعة خجو دوغا مالا تقمتا يتشو قاب بوريز لفظ ما قدم لي معنا ثاني تقمتا ما نقرته دوا قاف إنه رداءت من المجاعة يروج اللي به لبافت أما خوني قرته دوا قال لا ما فتك الأمعاء جدون يرو أنا سون قرته دوا قام الرمان مشارا قوتو دندان يرو سان كيزة تملي أما نمقول قدا ويا أنا نقرا قوتو دندان يري أنا نرماتي متقول خاني نجرا شوي دندان دركي ثا تملي أنقبرو هاي أكازي أما أنت نقرته دوا قاخوني ما يجون أغنى يجون أرت دبقة ملء وكان قبل الفتام جمات أدون كون يندور كتئ ملء رج قبل بعد الفتام يرت دبقة ملء لا يحرم الرضاعة جتود يا خصالم قادم رت دبقة ملء نما ملء ورا ضرورات جنن ضرورات ورا ضرورات هاي تخيزا به جنن وقت الرضاعة حرام قول وقت ما تكين ياتي يا سيدي رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس الرائزي وديس قال عبد الله بن عباس نجي لا رضاع الا في الحولين لا رضاع معتبرا يجون دوغان تدو بقى هوسس الله لما انت هوسس الله لما انت يجون الا في الحولين يجون دوغان ملقا مدى امل ما خيست ملج مدى مجان تدو بقى امل امل ما جرو خيست ملج دار قدني ومن عدي مرفوع وموقوم دار قدني وديس من عدي وديس مرفوع جدتون مرفوع على تهبي وموقوف جدتون على موقوف تهني زي سماء وديس جدتون رجب بريج حديث قرتي دوا قامل لئيس موقوف تهبي موقوف اس قرئ وديس مرفوع استهي قرئ وديس ورجحا جر الامان من عدي في دار قدني قرتي دوا قاني چال چسن الموقوف يجون دوغان غرتي موقوف جالش سنجب بريزو ورجع حجر الامان جالش سن الموقوف يجون دوغان دوغا ملي موقوف جالش سنجب رجب بريزو كزيتني ناية صحيح موقوف يجون دوغا رواه الدار وطني ومن حديث يجون وقال الحافظ بالتلخيص يا كنان دوغان ملي بالتلخيص يجون قال البيهقي يجون صحيح موقوف قال ابو طيب الابادي يجون ابو طيب قال ابو طيب يجون دبقى ملء ابادي هيا دبقى واخرج الطبراني عن ابن عباس ان الحولين لغايه الرضا يجون ولا رضا بعدهما ورجال ثقات الا انه منقطع يجون دبقى ملء بين الزهري وابن عباس ثم اخرج باسناد سهين عن ابن عباس عن ابن عباس قال ما كان من رضاعه يجون بعد الحولين فلا رضاعه وان ابن عباس ايضا بسند صحيح مثله بسند صحيح يجون دمغا ملقا كان دغانا مثله يجون ثم سند عن قتادة قال كان ارداعها يجون دمغا ملقا الحولين يجون دمغا فرضا ثم خفف بقوله تعالى لمن اراد ان يتم الرضاعه يجون غرتيدو اما غرتيدو هدي نوني
mokohumma sayumma dani mokohu male garta sayumma mokohumma sayya male tari ni marfu hadu baga male da'ifatun jabal tari ni sarra garta du baga male tari ni marfu hadis ibn abbas kana ha ya tari ni marfu garta da'ifatun jabal sum male kayatani ha ya kayatani ni tari kama tari ni mokohu mosayya haya kanan duga lagate dumaga malle ga rafi khayzati rafi wahmida ajabulaysu haya mal jattan ekono ibn mas'ud radiyallahu anhu qala abdullah ibn mas'ud ra'insi wade zarabbil rajalatu ja qala akanan duga qala abdullah kanan qala abdullah ibn mas'ud nije sallallahu alayhi wa sallam jachur rasul rabbi nijammu jaya akanana nukara artendu vakala radha jachur nukara hosiza wala laman tau jaya illa ma anshazal ala radha hosiza tahila lamu yachura kanana illa ma anshazal azma wala feja beju tahtima leje وأنبت اللحم فوق وأما كرسو تات ملي جتشور يرو غرتي دو بقام ملي يرو دو بقام ملي كنان خيزت لفي جبيس وچور لوقات يرو مو غرتي دو بقا كنامي يرو فوق مقرسو خيزة يتات ملي دا جبونيزو ردا انجامو ردا جامي اللالمو ما جدن أخرجه أبو داود چون أبو داود إباس حديثة غنجة هيا دي نغت دو بغا دعي فچور جبل سوكنان ها يا كنان دو غانا ملغا هدي ندعيف لكن سكت عنه المؤلف ج ابو داوود الراوس وسكت عنه ابن حجر الراوس وهما دبتر هيا كنان لا خلاف عادتي فلا داسات قبل زدران حديثه اندغت دو بغا مل وكل كل حديث ابو دان دو بغا ملنه من اخرجه من بيان سي من اخرجه بيان سي تما خلاص غرت دو بغا حكمين رغوا درانو ابا لمن سن من صحو جن من اخرجه من هاي كلامي درانو ابا لمن سن مورا قال لي درانا دا ونن نقول حديثه عنده غاد حكمين رد تقول ادي ارانت انا كون حكمين تنقول اني بلا خطه هاي هدين غرت دو بغا مل ضعيف وسبب ضعفه يجور دو بغا ان في صلا ان في ثلاثه مجاهيل جا غرت دو بغا مجهول صديق كيسجر ابو موسى الهلالي دافي ووالد عباساتي وابن عبد الله بن مسعود جتون الما عبد الله بن مسعود الما عبد الله بن مسعود ان عبد الله بن مسعود جتوجر الما عبد الله بن مسعود كني ولا علمانا هاي مقاون داون ناديز خيزتي هاي كانان دوغارا تي دوغا تنا بجچ دئي فيتون سما باندو في دا سلا لان في سلا زد مجاهيل من لي غرت دوغا كان ما مجاهيل صديق كيزجرا ابو موسى كسج ما جتنا كز يتني ني دوغار ما جتنا هي ها حديث الرام على الركن يجون غرتي دو بقى ملي قادي مع لفظ دائما ملي بر معنى سيهما إنما الرداعة من المجاعة وممنسا قرتي دو بقى ما مجان يروت يعني نساء آنان تخيزة جنون نوال العالم يوقو يغرتي دو بقى ملي ودو غرتي دو بقى ملي وكان قبل الفتام من جنة يو حولين ما قبل الحولين اندرتو مجان قوي هاي كان نغار لم يكن رداه من المجاعات دروت الراغو مجاعر انن بيل به بر درو كتبر ايغو غيبوت هاي كسي سنيفو غرت دو بغا ودو دروت تلي غو ايجو قبل الحولين تلي ودو غو هل از غرت دو بغا مل هاي كان نغار ارت ردا متبران تو وجت ور درورا قن جن سنيف من ما جدن وعن عقبة من الحارث أنه تزوج عقبة من الحارث الرائنسي فتيسا أنه وجون عقبة من الحارث تزوج وجون نفورج انت أبي إهاب انت نوع من اللي قلت أبي إهاب تكتو بقى نفورج جاءت امرأة أكيانان انت نوع أبي إهاب تنجاني انت كنفورج أم يحيى يجورد بقى بنت أبي إهاب تنجانين
فجاءت امرأة تلون تكن دفت جارتي قد فادات التلو الرمانقا والفودي تتاؤ بلا فقالت نيت قد ارضعتكما اسلما نونات ارمخيه سجدتين جبريسو سيفي انت لا تفوت سناتو ارمخيه سزانا اسم بين خاجتين فسال النبي صلى الله عليه وسلم جج اندرا مكة جرا مكة راقه مدينة رسول فاته نبي ربي قافتك من نديك مجئي جبريسو دي دي مرة يالتين فقال دوب كان بالرب نجي كيف وقد قيل كيف وقد هنغمتك آلتين دوغا دوبتي سنجن رقا قبدي سنجن مال جغت دوبا قام جتو مسيح وفرت الكتي دي فقال نجي كيف استمتعت بها كم اتسير كان نونسي تاتي جي وقد قيل على جامل أنها أختك من الرضاعة سن وبريتي تيتي توجي لويدن آنم تقول لويدن على سن جامل hala sin jaamen garte duba gamalle na ye akkamitte tikana ni tejen ega jaame garte sudan rabbi rumada bachu na mara rabachu dabdeyat aya ragan kan dugalitti ni galittin adda nudi gudem ti ta kamad dedem tu umiti ega kana sin jaame ati kamitte ra rabachu dabde he jendu فارقها عقبته فارقها اسي براني ديم عقبته يتون عقبان برا ديم جي فنقحت زوجا غيره نعم فنقحت يتون سندوبا قاملين هيرمت كي زوجا غيره يتون جارس برا فرا ديمت هيرمت يبريزو خدرا بريزت تهيمي قال خلاص قلت دوبا قاملين ديمت كبرا هيرمت جارت مكزين الرحاق ابو جاغا مال جدن هي وانا تدانما يافتو جمال جدن وانا قاد يجون نقارن هيرم تزوجن غيره يجون يارتي دوبا قامل لغا كان جار سبيرو هيرم تج اما دي زن رامان اركن آيا دين سيانو رمتونا اهم ين اخرجو البخاري ين آيا اما دي زن رامان اركن ادانو قرتي دوبا قامل لغا رغان انتلتكا وان رداعا وان بيتو خيزت ادارقان انتلو تكانيك اي بلما هجج وان بيتو خيزت وان اداغورا انتلتو تنهيدي قبدي غراء قبدي ديبسا وان كاننا هوسي زي خانا بلو هوسي زي تن رقا سي اراتي وان اي آسي اراتي خانلا وان تبي آسي اراتي للا وان اكام بيتو قبدي ميري وان تبي آسي اراتي خيزت رقوما تكاك اي بلما خان کرتے دوبا گامل نے ومرأتانی طلال ممل رگان کے بنی ناجئسون فی الاحوال المدنی حالا ورہ حالا حواس خیسا خالا خوان اما سلال اتر رون تہین خان خیزت رگال مالا لما جوان دوبے کم سا خیزت کم نے مانی وانسی شاغلو سانی اسجر آبر وانسی شاغلو تو سانی اسجر احوال مدنی یارا خیزت کرتے دوبا گامل نے رگان خساني لم وان بيخون دن دن يوغا تطلا وان منار يفتي قباتي قرتي دوبا قافر را آلو مخيسة قباتي تكا يرو تين يتنا تنا تب ولسا تاتي ديم توجر اكاسيبي تنين دن اجتي آلو مقول تطوان مناكو بنكم سنين وان منا خيسة تكا ركو هم بيتو ايو تنا تاتي مليغا يتنافو قرتي دوبا قان الان وان بيتو خيزتي رقان انو متوكو قيبل وان امو احوال مدني يانا وان ان بينتا الا خيزتي قرتي دوبا قان ملي رقان هاولتي داتي والبرر رابطي والياد اتشيفتو هي لما قريب يجب اكدو قريب تنسين كان امو قنو قان خيزت تقوم قيبل يجب ما يدن وعن زياد السامي قال هايا كان نغار ارتي دو غام ملي كان ناني هيا زياد السامير راين سي مودي زچونا ملي غام محرمات الرتا اون جو چي گرگاند زياد السامير راين سي مودي زچونا قال دو مگاني جي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جدا تمسين اي با تيسيت مگا ادان سلا واجبا هاي ما ايغا ايرا وجين قلت ادات يسون برماجن انت فسخيتك وسخم من غن وسخ هاي ما جدن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نور كجه انت
أن تسترضع يجون وصف موران لورك الحمقاء قوتين قرتي دوبا قامل لي وصف موران لورك المانك قالتي قوتين أتي قرتي دوبا قاخنتي كو أقل ويشفت قوران لورك آنم كبكتي تأثير التتاني قوما سن المان في دني يجو أخرجه أبو داود أبو داود يتودي زغنو ديزي وهو مرسل حدينون قرتي دوبا قامل لي مرسل وليست لزياد صحبة وليس لزياد زياد سامي دافن تاني صحبة جتون صاحب ما نبي دان تاني جبريسو وما ذلك جتون دوغا مرسل قفامتي وهذا سند ضعيف جتون دوغا السامي مجهول كما مضى جتون والراوي عنه وهشام مجهول وإساق من جتون دوغا مل بنت داود قال عن من القطان جتون لا تعرف له حال وقول حسن يجون من سبا إنه من خير من خير الرجال يجون دو بقى من لا يوضع له بالسكة يجون دو بقى في الروايات يكن النان دو قانا من لقى جهالا نيس نجر تجون إنه مصنوس لاو قرت دو بقى أنواع دائفا رأي أكسي وجين جهال ما نيس نجر تجون جبون يسو كان النان وما كوني مرسلا جتور دو بقى من لقى نامي آية فإنه من رواية يجونا زياد السامي ومجهول وزيد يجونا ومو بذلك لا يصلح للاحتجاج به يجونا دوقع على شيء من الأحكام وهي أحكام الراتين رتك دوقع إسان دلال فجون ومنتو يجونا جيبوليس يوغن قرتي دوقع ملي نمنقى لإفتوان أممتف لإفتوان أممتف قرتي شجاعة ورأوهم والنطع بآن ما غيروا أكرمت لعلقة وانت وانت أبي أنا ما جيجيرو سن الرأي في أي قوم برباتي سا أكرمت قاعدة قلت عمومات شريعة أدلة شريعة رافع النملي أسر رافع النملي قلت دوبا قامل لي قوانه سسون برباتي سون جتشو هديني مدورة داي لكن قلت قوتي تو هو بيني نمني قوان قلت دوبا قامل لي قو خان أنا الرالو إنه قوما نمر سيزامي تنافو قرتي دوبا قامل لي سني شري سسون شريني قرتي دوبا قامل لي شريكا نبال لي إسا إيغا تنافو قرتي دوبا قامل لي رافا قيسو برباد ما هم جنة آية جدك الله سبحانه وتعالى